فاضل 5 دقايق، عاوزة ألحق أكتب النجمتين والأمنية بتوعي علشان أحطهم في الصندوق. أنا بحب أوي إن المستر دايما بيخلينا نعملها بعد كل درس، نكتب نجمتين على حاجتين استفدناهم وأمنية عن حاجة عاوزينها تتشرح تاني. المستر دايما بيروح يبص على النجوم والأمنيات اللي في الصندوق ويجي بعدها يشرح للفصل إيه الحاجات اللي مش واضحة. أنا بحس إن اللي بكتبه ده مهم علشان المستر بيغير الشرح على أساسه. التقويم من أجل التعلم بيركز على مدى فهم الطلاب لشرح الدرس والمعلومات المقدمة، بيبني عليه المعلم خططه المستقبلية لأنه جوهر عملية التعلم، وده بيساعدنا نرفع معدل تقدم الطلاب بناء على النتائج وردود الأفعال.